اليوم نبدأ جولتنا الصحفية من جريدة اليوم السابع. الكيل طفح، إرهاب الإخوان برعاية الثغرات الأمنية. تحت عنوان الكيل طفح، إرهاب الإخوان برعاية الثغرات الأمنية، ترصد اليوم السابع في عددها اليوم الخميس تفاصيل الحادث الإرهابي الذي ضرب محيط جامعة القاهرة بتفجير 3 عبوات ناسفة، وتكشف أن صفحة اتحاد طلاب كلية الهندسة بجامعة القاهرة على موقع التواصل الاجتماعي حذرت من التواجد في الجامعة قبل 14 ساعة من التفجير.